يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في هذه السنة مع غلاء أسعار الأضاحي اجتمع ثلاثة أشخاص واتفقوا على شراء أضحية واحدة، وكل منهم قد دفع مبلغا معينا ثم ضحوا بها عنهم، فهل فعلهم صحيح؟ حيث لا لا، ما هو صحيح. ما يجوز الاشتراك في الأضحية إلا في البدنة، البعير أو البقرة، أما الشاة فيها عن واحد ما يشترك فيها عدة أشخاص. نعم.